عندي واحد خرجت لي واحد طبعه في وجهي ومني مشيت عند لي ديرماتولوج قالوا لي هذيك تخرج مع السن وما عندهاش الدواء قالوا لي بغيتي نزولوها لك بالليزر. نعم وطبعا اللون ديالك يدير ابيض بني. ولا داكن بني داكن بغيت شي حاجه الله يفتح عليك ولدي على الاقل غير تحدها لي ما تبقاش غدا سارحه لان جاتني فوق في الوسط ديال وجهي. ان شاء الله غادي نفيدك باذن الله. غادي نخليك في الاستماع فغنعطي واحد الوصفه ان شاء الله اللي غتكون وصفه موحده للون البشره واللي كتحيد كتعاون هذه البقعه هذه باش كتحبس وكذلك باش كيخفف. غير في الوسط غير في الوحده جاتني في الوسط ديال وجهي. نعم فغنعطي وصفه ان شاء الله كوني هانية باذن الله وما غاديش يبقى عندك هذا المشكل هذا ان شاء الله. خليك معنا في الاستماع حريه. مرحبا خليك في الاستماع. شكرا حبيبتي شكرا. الله يسهل الامور. ناخذوا فاطمه معنا من تهلا. السلام عليكم فاطمه. سلام على الله. اش اخبارك لاباس عليك؟ لاباس الله يبارك فيك. اخبار الدكتور ديالنا لاباس عليك؟ الحمد لله بخير. من كنسمع صوتكم الله يبارك فيك اختي. مرحبا. الله يرحم الوالدين. اخي الدكتور بغيت ناخذ الرقم ديالك الخاص وبغيت تفيدني بشي وصفه. انا عندي البشره ديالي جافه زايد واخا كناخذ لها الوصفات وداك الشيء ما عطاوني حتى شي نتيجه. نعم نعم كنخدم حتى الزيوت. واخا خليك في الاستماع ان شاء الله فغادي نعطي وصفه لترطيب البشره. فاحنا راه في الموضوع ديالنا نزيد زيت الزيتون ومنطقه الثالثه راه معروفه بزيت الزيتون. وبالنسبه للهاتف فسي عبد الرحيم راه هو غادي يعطيك الهاتف المهني ديالي ان شاء الله. وبسبعين راه في الاخير ديال البرنامج دكتور عماد كيعطي يعني كاع الطرق اللي ممكن تواصلوا معاه ان شاء الله. ناخذ السؤال ديال زينب من مدينه اسفي. مرحبا بك زينب. اهلا السلام عليكم. اش اخبارك لاباس عليك؟ الحمد لله الله يبارك فيك. تفضلي زينب شنو سؤالك؟ ممكن نسول الدكتور عماد؟ مرحبا اختي انا معك. عافاك بغيت نسولك على بنتي عندها 11 عام. اييه. كيطيح لها شعرها بزاف كيطيح بزاف يعني كيطيح خصوصا هذه المده الاخرى هذه شي 3 شهور دابا كيطيح لها شعرها بواحد الطريقه يعني كتخلع. بزاف كيطيح. واخا شفتي البنوته واش ما عندهاش مشكل ديال فقر الدم؟ لا ما عندهاش مشكل ديال فقر الدم تاكل مزيان يعني وحنا كحمرين كلشي مهم مزيان. اه واه بلاتي وغنتفاهموا وغنتفاهموا حني كتحمرين راه ماشي هذا دليل على ان ما عندهاش فقر الدم. حيت فقر الدم واش درتي التحاليل واش مشيتي عند الطبيب درتي التحاليل؟ لا التحاليل ما درتوش ليها ولكن يعني كنشوفها راه كتاكل مزيان ما كتعياش وريني داكشي داخلي. شوفي اختي داكشي داخلي. انا شوف انا نزيد باش نزيد نشرح لك مزيان. راه فقر الدم مثلا ها هي كنشوفوا ان وجهها ماشي صفار. راه هذيك ملي كنوصلوا لوجه صفار يعني صافي راه الخزان خوا نهائيا. ولكن فقر الدم اللي كيكون عندنا في الداس ديالنا حنا كنقولوا لهنا افترض ماشي قلنا عندها دابا فقر الدم ولكن غير كنعطيك مثال راه واخا كيكون فقر الدم ملي كيكون في ذاك الاول ديالو راه اللون ما كيمشيش من البشره والانسان كيكون عادي ولكن كيعطينا بعض العلامات. نعم. منهم العياء منهم مثلا تساقط الشعر على حسب يا اما كيبانوا بجوج يا اما كيبان واحد فيهم. فتفاديا انا غنعطيك وصفه للمساعده ماشي ما غنعطيكش وصفه للمساعده ولكن تفاديا تفاديا ان البنيته يعني توصل لواحد الحاله صحيه اللي غتكون متدهوره ما فيها باس اننا نمشيو عند الطبيب ولا الطبيبه ويعطينا واحد التحاليل نديروهم نشوفوا بعدا واش ما كاينش فقر الدم ولا فقر في فيتامين دي ولا الفيتامين بي 12. صافي ونتهنى فهمتي. ديريها احتياط وتبقاي مهنيه حتى دماغك يبقى مهني وتكوني درتي اللي عليك. اما ان شاء الله وصفه المساعده راه غنعطيها لاختي. واخا حيت علاش حيت كان واحد الوقيته كان جاها القمل وانا ندير لها هذيك البومادا الزرقاء ياك عرفتيها هذه اللي كناخذو من الفرماسي. اه هذيك ما غاديش تاثر ليها على الشعر ديالها. حيت قالت لي السيده يقدر هي تطيح لها الشعر الله اعلم. لا ولكن شحال درتيها ليها وكيفاش طريقه الاستعمال؟ لا راه درتها لهم مده يعني راه ندير لهم تقريبا يومين ونقطعها ثاني والسيمانه القرعه. لا واش كتخليها على يومين في الشعر ديالها؟ اه يومين لا يومين لا فهي واحد السيده في الفرماسيه اللي قالت لي بقيت ديرها مع شويه الماء دافي وشقي لها شعرها ومشطي وخليتها نهار الاخر ثاني وشقي لها شعرها ومشطي. وغتكون بالليل غتكون واقيله بالليل غتكون بالليل قالت لك بالليل والصباح تغسلو حيت هي الا خليتيها في شعرها الا خليتيها في شعرها يومين بزاف. ايوا المهم هذيك هي اللي كنت ما خليتي يومين انت دابا ما درتيش بالليل وغسلتي لها غد دابا انت خليتي يومين عاد اذا دابا السيده اللي في الصيدليه ما عليها والو فانت خليتي اكثر من المده. شوف واسمع كنشكرك بعدا على السؤال هذا وكنشكرك انك باغا وصفه وباغا تستشري. فاحنا دابا علاش هنا باش كنستافدوا مع بعضياتنا من خلال سؤالك غنجاوبوا بزاف ديال الاخوات. راه هنا مازال كناكد عليكم اخواتي
اللي كيسمعوني، راه الوصفه راه الا ما خديتوهاش بالكميه ديالها ولا الدواء مثلا عطاه لكم طبيب ولا صيدلاني ولا وصفه طبيعيه عطيتها لكم انا، راه الا ما تتبعش فيها المقادير كما عطيتها والمده وشحال خصها دار واش كدير فوق العافيه ولا في حمام مريم ولا كتخلط بالماء بارد ولا ما كتخلطش، فهادشي كامل باش الوصفه كتكون امنه وناجحه. راه حاجه وحده الا مشات حتى ما بقاتش ولا خرب يعني ما دخلاتش في السياق ديال الوصفه، يعني خربقنا حاجه وحده، شي راه نزيدوا غير غرام ولا جوج غرام في الوصفه ولا مثلا غير قلنا درجه الحراره مثلا فوق العافيه ودرنا حمام ريم ولا مثلا بدلنا درجه الحراره، فهنا كتولي وصفه اللي ما يمكنش يعني اللي كتحول الوصفه اللي ما عارفينهاش وما عارفينش الاعراض الجانبيه ديالها. فقالت لنا الصيدلانيه ولا المساعدة الصيدلانية ولا السيد ولا السيدة اللي كتكون في الصيدلية هاد البومادة ولا هادي غتستعمل ساعة نستعملوها ساعة، نباتوا بها الصباح نغسلوها، نباتوا بها الصباح نغسلوها، يعني ما نحاولوش ندير واحد الاجتهاد من راسنا، علاش؟ باش ما نوصلوش لواحد الأمور اللي غادي تكون لا يحمد عقباها، فكما كنشوفوا الأخت ديالنا هي دابا قلبها على البنيته ديالها. وعفاك الله يخليك دابا أنا كنهز اليوم جيت الكوكو، هي باش نهز اليوم هي أختها. واخا ونكمل غير الفكرة ديالي أختي، واخا كمل باش الأخوات حتى هما كيسمعوا باش نستافدوا، صافي؟ ما كوني هاني إن شاء الله غنلقاو معاك الحل. حيت هذا هو الدور ديالي وهذا هو الواجب ديالي اختي، كوني على يقين. فهمتي؟ دونك حنا ما نوصلوش لهذ الامور هذه، نتبعوا الدواء كما عطى لنا الطبيب ولا عطى لنا الصيدلاني والامور غادي تكون بخير. اذا دابا قلنا البنيته بعدا نمشيو نديروا التحاليل، لان تقدر تصادف هذا تساقط الشعر مثلا مع البوماده، نحيدوا علينا المشكل بان ما عندهاش فقر الدم، ما عندهاش فيتامين دي، ما عندهاش المشكل ديال فقر فيتامين بي 12، امور هاد التحاليل راهما بساط، راه حتى الثمن ديالهم ما غاليش وغادي تهناي من المشاكل. هذا من جهه باش تحيدي هذا الشك. هذا الوصفه المساعده، اذا هذا بقيدي عندك وتقيد جميع الاخوات اللي عندهم البنوتات كيطيح لهم الشعر وكيكون عندهم واحد النوع ديال التساقط، فاحنا هنا نحاولوا نديروا واحد الوصفه اللي غتصلح للشعر عادي، الشعر اللي كيكون متضرر جراء استعمال بعض المواد الكيميائيه او استعمال بعض الادويه ولكن بطريقه مفرطه ولا بطريقه عشوائيه. اذا الوصفه ديالنا غادي ناخذوا فيها معلقه كبيره ديال زيت نوار الشمس، معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، واخا يكون مملح ماشي مشكل، وغديروا فيهم معلقه صغيره ديال البابونج مطحون. هاد المكونات غتحطوهم في واحد الوعاء، واحد الزليفه اللي كتكون صغيره، ونحطوهم في حمام مريم. اذا حمام مريم الماء يغلى مزيان ونطفيو عليه ونحطوا هاد الزليفه في هاد حمام مريم ونخليوها مده ديال ساعه. من بعد كنخلطوا هذا الخليط وكنشققوا به الشعر ديال البنيتات ديالنا ولا الوليدات حتى هما اللي كيكون عندهم التساقط الشعر، كنشققوا بهم جلدات الشعر والشعر، كنخليهم مده ديال ساعه وكنغسلوه. العمليه ديروها جوج المرات في الاسبوع، داوموا عليها مده ديال ثلاثه اشهر. ولكن غداوموا على واحد السيروم كل ليله، هاد الوصفه غديروها جوج المرات في الاسبوع، ولكن كل ليله خذوا يا اما زيت الجوجوبا، ما كانش عندكم ديروا زيت لافوكا، ما كانش عندكم ديروا زيت البابونج، ما كانش عندكم ديروا غير زيت نوار الشمس، ديروها كسيروم خفيف على الشعر ديالهم وتمشطوا لهم الشعير ديالهم وداوموا عليه يوميا، ان شاء الله الامور غادي تكون بخير ان شاء الله تعالى. غادي ناخذ السؤال ديال حسناء معنا من خريبكه. السلام عليكم حسناء. السلام عليكم اختي لاله. بارك الله لاباس. الحمد لله. كيداير فيك كيداير الدكتور عماد؟ الحمد لله بخير اختي، ما كنسمعوا صوتكم الله يبارك فيك. لاباس عليكم. انا اختي السؤال ديالي، عندي بنت عندها 14 عام وظهر ليها الشيب. اييه، والشيب عندهم ميلاتي عند الوالد ديالها ولا في العائله ديالكم؟ لا انا الام ديالها كان عندي، ولكن واحد النسبه قليله هي عندها بزاف، اخص من قدام شعرها، من قدام كله ابيض. نعم. وما عرفتش شنو، واش عندها شي نقص في ذاتها، واش ما فهمتش شنو اللي عندها. داكشي علاش اتصلت بكم باش تقول تفيدني. مزيان. شوف كنزيد نعاود، ما فيها باس دير بعض التحاليل باش تشوف، لان الا كان نقص في الزنك ولا في الحديد ولا في بعض المواد الاخرى، يعني الاملاح المعدنيه اللي كتكون عندنا في التاس ديالنا، كيمكن تعطينا هاد اللون هذا. واش البنيته عمرها استعملت شي ترطيبه ولا استعملت شي ماده؟ لا 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 لا، على الحر عندها 14 عام، عمرها ما دارت شي حاجه. يعني الله يخليها لك، الله يخليها لك. الزيت اللي كان دهن ليها شعرها به زيت العود، كتستعملها زيت العود. ايوا شوف، هذيك زيت العود، هذيك زويته ديال العود، غادي تاخذي منها معلقه كبيره، وغادي تاخذي معلقه كبيره ديال زيت السلميه. نعم ان شاء الله. زيت السلميه هذه الى هذه احسن،
معلقه كبيره زيت السلمي ومعلقه كبيره زيت العود كتخلطيهم وكتولي كديري لها كاسيروم كل ليله يعني غير يعني في الشعير ديالها كدوزي وكتمشط الشعر ديالها وصافي وكتكداوم على هذه الوصفه هذه ما كتقطعهاش ما توفراتش هذه احسن يعني هذه بحال قلتي راه هي كتمشي حتى ل 95% النجاعه ديالها ما لقيناش زيت السلميه ولا ما عندناش الامكانيات باش ناخذ زيت السلميه هذه الوصفه غادي تعاون بواحد 70% يعني بحال غنقصوا واحد 30% ناخذوا معلقه كبيره ديال السلميه مطحونه راه موجوده في المعشابات والثمن ديالها راه ما غاليش ناخذوا نص كاس صغير ديال زيت الزيتون واخا غالي ولكن نديرها طريه دكتور اسمح لي واخا نديرها طريه حيت عندي انا تتواجد في الدار واخا دابا نكملها يابسه ونعاود نعطيك الوصفه بالسلميه طريه اذا قلنا معلقه كبيره ديال السلميه مطحونه ونص كاس صغير ديال زيت الزيتون نحطوه فوق العافيه حتى تطلع الغليه الاولانيه من بعد غادي نخليوه ليله ونصفيو ديك الزيت وديك الزيت هي اللي كنوليو كندهنوا بها الاطراف ديال الشعر وكنباتوا بها اذا يعني غير شويه كندهنوا بهذا الزيت عندنا الزيت عندنا السلميه طريه فهنا غناخذوا نص كاس صغير ديال زيت الزيتون ونضيفوا ليه سبعه ديال الوريقات ديال السلميه طريه متوسطه يعني الا كانوا الوراق متوسطين طوال شويه كانوا الوراق صغيرين غادي نديروا 15 ورقه صغيره طريه وهكا غنديروها بنفس الطريقه يعني نحطوها فوق العافيه حتى تطلع الغليه الاولى نخليوها ليله من بعد كنصفيوها وكنستعملوها كسيروم فهذه وصفه لتوقيف الشيب عند البنيتات وكذلك عند النساء والرجال حتى هما فهذه وصفه اللي كتسهل شكرا لك دكتور حماد كنتمنى حتى تقي لي هذا الشيء يعني وتتبعيه بالطريقه اللي عطاك دكتور عماد ناخذوا حنان ان شاء الله شكرا مرحبا حنان من اكادير السلام عليكم عليكم السلام اختي لمياء بخير اش اخبارك حنان لاباس الحمد لله كنشكركم بزاف دكتور عماد لاباس عليك مرحبا الله يبارك فيك الله يبارك فيك انتما شكرا جزاء اختي مرحبا تفضلي حنان انا حامله عندي 4 شهور تبارك الله الله يكمل بخير امين يا ربي وبغيت نصور على شعري كيطيح ليا بزاف وبغيت شي زيت ندهن بها وجهي وعندي سكر طلع شي شويه شحال طالع شحال كتلقاي في الصباح وانت ما واكلاش دابا مزيان دابا ملي درت التحية الأخير ما قالت لي مزيان قالت لي حيد غير الكل أبيض وبيت شي حاجة زمانها ونبيعها دابا لقيت غرام نيشان وفي الغزال لقيت 6 إيوا الحمد لله الحمد لله الحمد لله قالت لي مزيان غير تبيع الريجيم وبيت شي حاجة زعما نعاون بها نعم شنو تعاوني بها باش تهبطي السكر والسكر عندك مقاد دابا راه مزيان يعني ما تحتاجيش تستعملي حتى شي حاجه اخرى باش تهبطي السكر واصلا السكر يعني المواد اللي غادي تهبط لك السكر مثلا ولا كتساعد مثلا في نقص السكر مواد اللي كيمكن تاثر لك على الحمل ديالك لانها كتاثر على العروق وكتاثر على الضغط الدموي فحاولي انك تجنبي هذه الامور تبعي الحميه ديالك اللي عطاتك لا كلشي الحمد لله ايوا الحمد لله راه عندك مزيان بالنسبه للبشره ديالك ف الزيوت اللي كيمكن تستعمل المراه الحامل عندنا ما عندناش واحد التشكيله اللي هي كبيره ولكن عندنا زيوت اللي قلال ولكن كلهم عندهم فائده فنرجع لزيت الافوكا علاش غنيه بالفيتامين او غنيه باحماض مهمه جدا اللي كتعاون في النضاره ديال البشره كاينه زيت البابونج حتى هي فيها الكامازولين فيها مواد اللي كتساعد في الحيويه ديال الكولاجين وفي تسريع الدوره الدمويه بواحد الطريقه طبيعيه في الشعيرات الدمويه ديال البشره ديالنا كاين كذلك الزيت ديال مثلا زيت الورد فانت زيت الورد حتى هو من الزيوت اللي هي مهمه ومزيانه زيت اللوز الحلو فانت اختاري من ما بين الزيوت ولا كاين ما هو كريمه في شكل كريمه اللي هي زبده الكاريتي زبده الكاريتي يمكن نستعملوها للبشره عند الحامل وزيت الكوكو كذلك حتى هي من الزيوت اللي يمكن لها تستعمل فوحده من هاد الزيوت اللي عطيتك ولا زبده الكاريتي استعمليها وهادو غادي يكونوا للبشره والشعر اذا ديريهم للبشره ديالك وديرهم كسر من الشعر ديالك وهكا منها كتغذي الشعر وكتغذي البشره ديالك ومنها انك كتحافظي على الجنين ديالك باش ما يوقعش لا قدر الله بعض المضاعفات. ان شاء الله شكرا لك. حنان حنا غادي نوصلوا معاكم من بعد هذا الفاصل مثلا دكتور عماد الاخوات اللي قلت لي غادي نعطيوها وصفه للبقع وهذه وصفه اللي غتفيد كاع الاخوات اللي كيبانوا لهم بعض البقع البنيه في البشره ايضا وصفه مرطبه نعم. ومن المكونات ديالها زيت الزيتون نعم. فاصل ونعود لكم على اصوات 77 24 24 دكتور عماد قبيلة تكلمتي على انه كاين الزيت اللي فيه الملح وكاين اللي ما فيهش الملح وهذا دائما سؤال كيتكرر
ولو انه اليوم مثلا الناس اللي كيمشيو كيطحنوا الزيتون على يديهم كي هو تيقولوا عفاك ما ديرليش الملحه والانسان تيكون امن بهذه الطريقه. واخا انا لما ما متاقناش واش فيه ولا ما فيهش الملح، واش كاينه شي طريقه اللي ممكن نزولوا بها داك الملح من الزيت زيتون؟ فبحال غادي نهرسوا داك الجهد ديال الملح وداك الصوديوم وداك الكلوريد ديال الصوديوم اللي كيكون ولا الكلوريد ديود، فهادو جوج ديال المكونات اللي كيمكننا نتغلبوا عليهم باش بخل التفاح. إذن إلا بغينا نبقاو دائما في الطبيعة، إذن شنو كنديرو؟ كناخدو كل كاس صغير ديال زيت الزيتون، كنضيفو ليه ثلاثة ديال المعالق كبار ديال خل التفاح. إذن هاد المكونات هادو كاملين كنحطوهم فوق العافية حتى كطلع الغلية الأولانية، وكنخليهم مدة ديال ثلاث ساعات. فهنا كنهرسو هاد الرابط ديال الملوحة اللي كيكون عندنا. وهنا كنمشيو لواحد الوصفة شهيرة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي كان يأخذوا زيت الزيتون بخل التفاح أو بالخل اللي كان في ذاك الوقت. فكان خل التفاح، كان خل ديال التمر، كان خل يعني أنواع ديال الخل. فكلهم مواد اللي شنو كدير؟ كتهرس لنا ذاك الجهد ديال الملوحة ديال زيت الزيتون. وهنا كيمكننا نستعملوا في الوصفات بطريقه امنه وما غاديش تاثر لينا على البشره ديالنا. طيب دكتور، الا استعملنا مثلا زيت الزيتون وفيه الملح على البشره ولا الشعر، كيفاش ممكن يكون تاثيرها؟ تاثيرها غير الا كانت عندنا البشره جد حساسه. نعم. ولا البشره كتكون ناشفه. اذا الا كانت البشره جد حساسه والبشره ناشفه، فالبشره جد حساسه ان ديك درجه الملوحه بحال الملوحه ولا داك بحال قلت لنا كتطلع لينا من او كترفع لينا من التهيوج ديال لي زاليرجين. شنو هما لي زاليرجين؟ او هما المواد اللي كتعطينا الحساسيه، والا رفعت لنا من التركيز ديالهم كترفع لينا من التركيز ديال الهيستامينات اللي هما كتعطيونا هذا المشكل هذا ديال الحكه، وكيعطينا هذا المشكل ديال الاحمرار. اما بالنسبه للنشوفيه فاذا كانت فيها الملحه او زيت فيها الملحه مباشره كطيح في البشره ديالنا، كتمص لينا الماء اللي كيكون. اذا الماء ما كيبقاش كيتجبد داك الماء اللي كيكون عندنا في البشره. علاش في البشره الناشفه؟ حيت البشره الناشفه ما بقاتش عندنا ديك الطبقه الواقيه. فدوك البلايص اللي كيكون فيهم واحد التمزخ وكتكون ديك النشوفيه وديك القشره بحال كتكون واحد المسام ما كنشوفوهمش، واحد الندبات او واحد الجروح اللي من خلالهم هذا الملح هذا اللي كيكون عندنا في الزيت كيمتص لنا الماء اللي كيكون في البشره وكيزيد ياثر عليها وكيزيد يشحبها. فلهذا ما كنستعملوهاش للجميل، فهي كتستعمل في التغذيه. كنا ناخذوها، يمكن نطيبوا بها، يمكن ناكلوها، يمكن يعني نديروها لداخل في الداس ديالنا، لان مباشره كتبطل المفعول ديال داك ديال الملح ملي كندخل الحمض اللي عندنا في المعده. ولكن على برا من الاحسن ان اذا كان فيها الملح نديروا الطريقه اللي قلنا باش نتفاداو هذا المشكل. ام دعاء كتقول لك دكتور عماد، بقيت وصفه لبنتي في عمرها 10 سنوات وعندها بقع بيضاء في الوجه ديالها. نعم، فبعدا تشوف المشكل ديال البقع البيضاء، حيت هنا بقع بيضاء كيبقى بين قوسين كيبقى واش مشكل ديال دي بيغمونتاسيون، يعني بقع اللي جراء اللون غير تفقد في ديك المنطقه، او مثلا بعض الامراض اللي هو البراس مثلا، ولا كيقدر يكون نوع ديال البهك اللي كيكون نوع ديال الفطريات. فعلا كيخص التشخيص الطبي لهذه المساله هذه. وبالنسبه للمساعده فغادي يمكننا ناخذ معلقه كبيره ديال نبقاو في نطاق زيت الزيتون، اذا ناخذ معلقه كبيره ديال زيت الزيتون ونضيفوا ليها ثلاثه ديال النقيطات ديال الروح ديال العطرشه الويل اسونسييل دو جيرانيوم، غير ثلاثه ديال النقيطات فقط، ما غاديش نديروا معلقه كبيره، ما غنديروش معلقه صغيره، ثلاثه ديال النقيطات ديال الروح ديال العطرشه الويل اسونسييل دو جيرانيوم في معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، نخلطهم ونديروا واحد المساج خفيف في المناطق اللي عندنا فيهم هذا المشكل ديال البقع البيضاء، نخليوها ساعة ونص حتى لساعتين ماكسيموم، ومن بعد كنمسحوا هذا الخليط هذا. ناخذوا فاطمة معنا من دار البيضاء، شخبارك فاطمة؟ السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام، مرحبا اختي. الله يخليك دكتور، واحد الوليد عندنا فيه التالوف. اييه. كبارو عرفتي مسلوق مسكين بالتالول، ما خلينا ما درنا تالول. يعني التلال؟ التلال. التلال. ومشيتوش شتو الطبيب على هذا المشكل؟ عطاني واحد البومادان ما قدات والو. ورجعتوه للطبيب ولا ما رجعتوش؟ ولكن واش دار واحد التحاليل؟ اش الطبيب اللي ديتو بعدا؟ شنو طبيب عام ولا طبيب؟ طبيب العام. طبيب العام. فاحنا شوف حنا ما كنقصوش من الطبيب العام، ولكن ملي كنمشيو عند الطبيب العام او الطبيبه العامه وكنشوفوا ان ديك الحاله ما بقى يعني ما وقعش واحد التحسن، هنا كنلتجؤوا للمختص. اذا هنا اختي خصو يمشي يشوف طبيب ولا طبيبه ديال الجلد، ان ديرماتولوج ولا يعني اللي هي ولا هو مختص في هذا المجال هذا، غادي يشوف. حيت دابا المشكل ديال التلال
راه دابا حنا كنمشيو غالطين، حنا غير كيبان التلال صافي كنبقاو كنديروا كوبي كولي، يعني صافي هذا التلال هو داك التلال اللي في هذا وفي هذا وفي هذا وفي هذا، ولا اللي في هذه السيده وفي هذه السيده وفي هذه السيده، ولا اللي في الطفله الطفله وهذا. لا، التلال كيمكن يكون فيروس، كيمكن يكون عدوى، كيمكن يكون دليل على واحد المرض اللي عندنا في الداس ديالنا وكيعطينا التلال، وفهمتي؟ حيت هنا كتولي داك التلال كيعطينا علامه استفهام ديال واحد 30 ولا 35 مرض، ولكن شكون اللي كيحددوا لينا؟ كيحددوا لينا الطبيب ديال الجلد. هذا من جهه، من جهه اخرى الطبيعه، انا كنقولها لك وشكرا على هذا السؤال هذا ليك وجميع الاخوات. ما كيتحرق لا بقصبة، ما كيتحرق لا بهذيك الحصيره، راه ما كيدير ليه لا حمض، ما كيتحيدش بالالات الحاده، ما كيشوف داك التلال ما خصوش يتقاس، داك التلال كنشوفو الطبيب ديال الجلد كيعطينا واحد الادويه معينه وما كيبقاش وكيطفى والامور كتكون بخير وعلى خير اختي، حيت الا مشى تتقاس داك التلال وكان لا قدر الله شي مرض اللي هو من الامراض اللي قلنا في ديك لا ليست ديال ديك 35 المرض اللي هضرنا عليها، كيمكن يعطي مضاعفات خطيره وكيمكن لا قدر الله يوصل حتى للسرطان ديال الجلد، فشوفوا الخطوره كيفاش كتوصل. حنا ما نخسروا والو، غادي نمشيو نديو عند الطبيب ديال الجلد ولا الطبيبه ديال الجلد، وكون على يقين غادي تلقاي نتيجه ان شاء الله، وغتعطي الدواء والامور غتولي بخير على خير ان شاء الله. ان شاء الله فاطمه، شكرا على تواصلك. طيب دكتور عماد، الوقت كيمشي بسرعه، باقي ما عطيناش الوصفه لمحاربه البقع، وايضا وصفه للترطيب اللي من المكون الاساسي ديالها زيت الزيتون. زيت الزيتون، فنمشيو بالوصفه الاولى اللي هي غتكون وصفه موحده للون البشره بزيت الزيتون. اذا غناخذوا ثلاثه المعالق كبار ديال زيت الزيتون، كنضيفوا لهم نص معلقه صغيره ديال الزعتر كيكون مطحون، يعني الزعتر مطحون نص معلقه صغيره ديالو، ونص معلقه صغيره ديال اليزير مطحون. اييه، هاد المكونات كاملين نحطوهم في حمام مريم، يعني يكون كيغلى هذاك الماء فوق العافيه، ونديروا ديك الزليفه اللي غنخلطوا فيها هاد المكونات، نحطوا لداخل ديالها هاد المكونات هادو، غير يعني نشوفهم بداو كيغلاو شويه، وكنطفيو هذيك البوطه على حمام مريم، فمن بعد كنخليوه مده ديال 3 ساعات، وهاد الوصفه هادي كنوليو كندهنوا بها بمساج على البشره والرقبه ديالنا، مساج وكنخليوها ساعتين فقط وكنغسلوها، اذا وكنداوموا عليها 3 ديال المرات في الاسبوع. نعم، هذا بالنسبه لتوحيد لون البشره. كان سؤال اخر كذلك ديال الترطيب، الترطيب فنستافدوا من الميزه ديال زيت الزيتون في الترطيب، وكاين واحد الزيت الا خلطناه معها كترفع لنا من درجه الترطيب ديال البشره، اللي هي زيت زريعه الكتان، الويل دولا، اللي كتكون معصوره بافخوا يعني ببروده، وحتى الثمن ديالها راه ما غاليش. اذا غادي ناخذوا معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، معلقه كبيره ديال زيت زريعه الكتان، نخلطوهم ونوليو نديروهم كمساج للداس ديالنا، البشره ديالنا، فهو مرطب. اخر سؤال ديال الاخت امل اللي كتقول لك دكتور عماد، انا دايره الريجيم ديال تكيس المبايض وتعافيس من وجهي بزاف، وبغيت شي وصفه من عند دكتور عماد ميزاب. نعم، فهنا غادي نستعملوا معلقه كبيره ديال زيت بذور العنب اللي كنرجع لها دائما، اللي عندها واحد المزايا كبيره على البشره، معلقه كبيره زيت بذور العنب، معلقه كبيره ديال زيت اللوز الحلو، نخلطوها نديروها كمساج على الخدود ديالنا والرقبه، فهي غتكون وصفه لتسمين الخدود. شكرا لك دكتور عماد ميزاب.